وحضرتك بتكتب ايه؟ مش خلاص الموضوع خلص؟ انا جالي بلاغ ان عندك فراخ فاسده. طيب وحضرتك زي ما انت شفت كده مفيش اي حاجه، ولا فراخ فاسده ولا حتى سليمه. لازم اثبت حالا ان مفيش حاجه فاسده علشان الموضوع يتحول لبلاغ كاذب لو تحب. هو مين اللي قدم البلاغ ده؟ لسه ما عنديش معلومه، بس البلاغات اللي زي دي يا اما بتبقى كيديه ما عندناش بيانات اللي بلغ، يا اما بتبقى شكوى من جست لحمايه المستهلك. في الحاله دي بيسيب بياناته وتفاصيل الشكوى. بعد اذنك. تعبناك، شكرا. الفراخ البايظه دي دخلت ازاي عندي؟ معرفش يا مستر يوسف، احنا جات لنا طلبيه الفراخ زي ما بتيجي كل يوم من المورد. كلم الزفت ده وقول له ما يوردش حاجه تاني لغايه ما اشوف ايه اللي حصل. حاضر. رجع لي الكاميرات للتوقيت اللي كان فيه العمال بتدخل الفراخ دي. انا رجعت الكاميرات مع علي، بس للاسف وقت دخول الفراخ الكاميرات ما كانتش مسجلاها. روح انت دلوقتي. كده في حاجه مش مظبوطه. يا جنرال، خلع منها. موظف الصحة أصلاً ملقاش فراخ في التلاجة. أو ربنا. تمام يا ريس، تمام. نفسي أفهم إزاي المفتش زي ما دخل زي ما خرج من غير ما يسمع الكافيه. ما يمكن يكون إدى فلوس المفتش يا معلم. حكيم قال لي ان الراجل دخل ما لقاش فراخ في الثلاجه. ايه اتبخرت؟ انا عايز افهم بس يا معلم، احنا هنكسب ايه من موضوع الفراخ البايظه دول؟ انا كسبت قبل كده من حوار الهرب، انما حوار الفراخ ده عشان كنت اجيب سعاد لحد هنا زي الهبله. وهي الهبله جات لك بنفسها. طب نستاذن احنا يا معلم. عايز تعرف الفراخ الفاسده راحت فين؟ الله. وبعدين بقى مش ناوي تبطل لعب العيال ده؟ اخرتها ايه؟ لا تكون فاكر ان عمايلك دي هي اللي هتوصلك للعقد، بلا خيبه. انا عارفه كل حاجه بتعملها، وعارفه ان انت اللي سرقت الهارد من يوسف، وانت اللي حطيت لي الفراخ الفاسده. نروح الكافيه بسرعة، في مشكلة شكلها هتحصل. قالت ايه؟ ما تروح هتعرف، مفيش وقت. انت عرفت منين؟ يا سيدي جالي تليفون. قوم بقى. ايه يا روحي؟ لا مش هتغير رأيك وتيجي معايا. في فعلا فراخ ريحتها طالعة. شيلها كلها، يلا يلا ونبقى نفرز بعدين. حالا يا مستر يوسف. شيل. أنا عايز الفراخ دي كلها تختفي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.